أن الجزائر كما تعلمون وعلى غرار العديد من البلدان كانت سباقة في وضع التدابير اللازمة لتحيين منظومتها وترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات لا سيما التوسع العمراني والنسيج الصناعي وكذا المنشآت الكبرى التي تم تشييدها والتي هي في طور الإنجاز كذلك. ففي هذا الشأن وإدراكاً منها لعواقب الأخطار الزلزالية قامت الجزائر وبحزم وبخطى ثابتة بوضع تدابير وآليات للحد منها عبر مخططات واستراتيجيات وطنية تضمنها لا سيما القانون 024 الصادر في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.